أصدرت وزارة الصحة العراقية بياناً دعت فيه العراقيين إلى الالتزام بحظر التجوال الشامل والابتعاد عن كافة التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. وأمام السفارة العراقية في الهند تجمع عدد من المواطنين العراقيين العالقين هناك مناشدين شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية بإيجاد حل لهم. في ظل التجديدات الصحية وانتشار فيروس كورونا، كيف تستقبل المحافظات العراقية عيد الأضحى هذا العام؟ وهل تستجيب الجهات المعنية والحكومة العراقية لمناشدات المواطنين العالقين خارج العراق ومنهم العراقيين اللي عالقين في الهند؟ السلام عليكم. تستقبل المحافظات والمدن العراقية عيد الأضحى هذا العام في ظل ظروف استثنائية، حيث تكالبت على المواطنين العراقيين قلة الخدمات، سوء الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم جائحة كورونا اللي تفتك بحياة العراقيين كل يوم. وزارة الصحة أصدرت بياناً اليوم باركت فيه للعراقيين حلول عيد الأضحى المبارك وتمنت لهم الصحة والأمان، وأكد البيان على ضرورة الالتزام التام بالحظر الشامل في أيام العيد وبالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامات، تباعد اجتماعي، وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى، على أن تتم التهاني والتبريكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت التزامهم هذا راح يحميهم من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك راح يجنب العراق ما حدث عقب عيد الفطر الماضي من ارتفاع سريع وخطير في عدد الإصابات والوفيات بعد أن كان يقترب من انحسار الوباء بشكل كامل. وأهابت الوزارة بالمواطنين التقيد التام بالإجراءات الوقائية وتجنب كافة التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظا على سلامتهم وصحتهم. ويانا عمر الهلالي صحفي من كركوك. مرحبا عمر. أيها عمر الهلالي صحفي من كركوك، تسمعني عمر؟ عمر ما يسمعني. انتقل لي عمر العبيدي مراسلنا من ديالى. مرحبا عمر. اهلا استاذ محمد، اهلا جميع مشاهدين قناه الفلوجه، وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير. عمر، الان الناس بلشت تستعد تسوق، اللي طالع يجيب مسواق العيد، اللي طالع يشتري ملابس العيد من المفروض هذا كل عيد وقبل يوم من كل عيد. هذا العيد شلون دا يمر على ديالى؟ محمد، بالنسبة لمحافظة ديالى هذا العيد أصبح استثنائي عن الأعياد البقية، فحيث اليوم هناك إجراءات مشددة، تم غلق جميع الأسواق، جميع المتاجر، جميع المولات تم غلقها في محافظة ديالى من قبل القوات الأمنية. غلق تام لو جزئي عمر؟ لا، غلق تام. احنا في محافظة ديالى اليوم حظر شامل للتجوال منذ الصباح لحتى هذه اللحظة، يعني هو تم تطبيق حظر شامل للتجوال. نعم. يعني فقط المستثنين من قبل خلية الأزمة يسمح لهم بالمرور في محافظة ديالى. الآن في محافظة ديالى لا توجد أجواء العيد كسابقاتها، هناك أمنيات من قبل الأهالي بأن يمر العيد والتخلص من هذا الفيروس، هناك التزام في محافظة ديالى في المنازل من قبل الأهالي حتى يتخلصون من هذا المرض، بالإضافة إلى أن هناك أمنية شائعة في محافظة ديالى يمكن في جميع المنازل هي انخفاض درجات الحرارة للتخلص من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وانقطاع المياه. الآن في محافظة ديالى انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، المواطنون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة. هذا العيد مثل ما ذكرت لحضرتك أنه كان استثنائي، فلا وجود لمعالم العيد في المحافظة ولا للأسواق ولا هناك فرحة من قبل الأهالي، بالإضافة إلى أنه فقدت المحافظة هذا العيد هو غلق المساجد، وهناك مطالبات كثيرة كانت في الأيام
السابقة من قبل الأهالي بفتح المساجد أسوة بالمولات التي تم فتحها جزئيا، شنو لكن يمنع الوقف السني لم يستجب لهذه المطالب. شنو اللي يمنع عمر من أنه مثلا الأوقاف بديالة تختار حدائق كبار وتسوي بها على الأقل صلاة العيد باشر، خلي الناس تفرح، يعني حضر حضر افتهمنا، بس على الأقل يصلون ويرجعون لبيوتهم، يسوها بالحدائق وتباعد والتزام ويرتبوها، يعني شنو المانع؟ محمد، يعني مثل ما ذكرت لك هناك مطالبات في الأيام السابقة يعني في محافظة ديالى بالتحديد، حتى على السوشيال ميديا هناك كان هاشتاج لإعادة فتح المساجد في المحافظة حتى لو كان جزئيا، لكن الوقف السني أصدر بيان بعدم فتح هذه المساجد وأرجع فتح المساجد بعد العيد بعد الاجتماع ودراسة الموضوع كورونا. أكد على أن فتح المساجد سيتسبب بزيادة الإصابات. الأهل يؤكدون على أن الأوضاع في الأيام السابقة كانت طبيعية، مفتوحة جميع الأماكن الترفيهية بالإضافة إلى المولات بالإضافة إلى الأسواق، لكن فقط المساجد من تم حظرها. طيب، في الأيام السابقة. شكرا لك عمر العبيدي مراسلنا من ديالى. عمر الهلالي صحفي من كركوك، مرحبا عمر. اهلا بك زميلي محمد، اهلا بك. حياك طبعا الله. بالبدايه كل عام وانتم بخير وانت بخير. الظروف التي تعصف بها المحافظات العراقيه وربما الكثير من البلدان في العالم، تحياتي لمراسلكم بديالى، يعني نقلنا في صوره سوداويه ومساويه جدا ومحبطه عن هذه المحافظه اللي دامت تعاني. انا احييك محمد، انت طرحت مقترح يعني على الاوقاف على سبيل المثال السنيه كانت ولا الشيعيه أن تختار الحدائق العامة وتقيم الصلوات، ربما هي لا تتجاوز نصف ساعة، لا ضير في هذا التجمع إذا كان نصف ساعة. اليوم أنا شخصيا سأطرح هذا الموضوع بالسوشيال ميديا وأتصل بمدير الوقف السني وأيضا الشيعي. جميل. حتى أقدر يعني أنقل مقترح راح أنقل أمانة، يعني أعرف أنه أمر مستحيل جدا، لكن بالتالي نحن كصحفيين نطرح هذا الأمر. أعتقد يعني موضوعك أنت على أجواء العيد والطقوس اللي تمارسها كركوك، أنا قبل 5 دقائق رجعت كنت جول كركوك، ما بيها حضر كركوك خلية الأزمة أعلنت حضر، لكن أكو تسهيلات للمحال للتسوق. تعرف ليش؟ لأن كركوك احنا اكو عدة جوانب، اولا احنا عندنا نازحين كل هواية بالمدينة، يعني ممكن فرق مساعدات وما شابه، واكو نقطة جدا مهمة هي خاصة بمحافظة كركوك او تحديدا مناطق ربما كردستان، ما عندي المعلومة الكاملة اذا ما زالت السليمانية واربيل ملتزمة بالعادة. احنا بكركوك يا محمد كل اول يوم عيد لازم قبل يوم نروح نسوق فاصوليا والقيسي والتمن واللحم، لازم يكون هسه راح اقول لك ليش. بس شنو لازم يعني حصرا تكون كلها تازه. اليوم نروح نسوقها، انا دا انتظر تقول لي كاهي جيمر اشو قبل دخلت على غدا. لا احنا لا مو غدا، نروح نصلي العيد نروح نصلي العيد ورا ما نرجع للام الجهاد. اذا اكو عوائل لا كلهم يتجمعون ببيت الجد او بيت الاب. زين. واللي لا يعني مثلا ساني وعمتي من هسه قبل قليل رحنا سوقنا جبنا القيس والتمن واللحم وهالتفاصيل والمسواق، حتى الصبح نقعد ناكل تمن ومرق قيسي ودجاج وفاصوليا. وياك عمر. زين. اسمعني لا مو الموبايل، انا عذرا ما سويت طيران دي خابوني اكثر مره ولا يهمك، فاعتذر جدا. لا ولا يهمك. نرجع من الصلاه يا محمد. ناكل التمن ومرق والخبز واللحم، لحم دجاج ولحم حسب اللي بيعجبه، لحم حولي ولا لحم خروف، ب6 الصبح يا محمد. هاي الاجواء بكركوك. بالضبط الاجواء بكركوك. تاكل زين. التمن والمرق والريوق شو وقت لعد؟ هو هذا الريوق. ومن الستة اللي تبقون للغداء لازم يكون منام النانة، يعني تبقى عندك هاي النمنمات يا محمد. انت من تروح اذا هسه احنا حجر، بس احنا بطبيعة العراقيين غير ملتزمين محمد، بي يعني خلينا نكون واقعيين وصريحين. احنا اليوم تعايشنا مع المرض،
والاعتماد الصريح، لكن الحكومة العراقية لا تصرح بذلك. اليوم نحن نعتقد اليوم يعني هذه التصريحات وإجراءات حظر التجوال غير مجدية. زين. اليوم كل شخص يهتم بنظافته والوقاية وما شابه. فبالتالي يا محمد أنت عندك بين الغداء وبين الريوق عندك وقت للنمنمات، التشوكليات والكرزات والكليتشا ولو أنا يعني رصدت من خلال أصدقائي هالسنة تحديدا هذا العيد الكليتشا قليلة. اعتمدوا على الجاهز، اعتمدوا على الجاهز البيتي فور وبعض الحلويات الجاهزة، فهاي يأكلوها. أكيد إحنا ما راح نقعد ببيوتنا، راح نروح نعيد الجيران المقابلك واللي بصفك. إحنا كوسائل إعلام راح تكون عندنا برامج صباحية لاستقبال تهاني والتبريكات، وأحياناً يعني تدري هذا العيد عيد مغاير ومختلف عن كل الأعياد. هل عندكم بالعيد بشكل عام عمر عندكم يعني بكركوك همات هاي الزيارات اللي للأقارب والأصدقاء وبعدين تروحون للمقبرة تزورون الموتى وما أعرف إيش بعدين ترجعون؟ لا، المقبرة من اليوم يا محمد. من اليوم. المقبرة من الساعة 5 من الساعة 5 تبدي العوائل تتوجه للمقابر. تعرف أن كركوك شوي نختلف عن باقي المحافظات. صحيح. مقابرنا بداخل المدينة في الأحياء السكنية. فمن الساعة 5 لأن تعرف الجو حار. من الساعة 5 العوائل توجهت راحت تشعل الشموع ولا تقعد يم القبر. ويشترون قسم اللي اشتروا الأضحية من عدة أيام خلوها بالبيوت، وقسم هسه دا يشترون. يعني هسه أنا من رجعت على شارع الكورنيش معروف عندنا إحنا مقابل منطقة العروبة دا يبيعون الخرفان وما شابه. وأيضا تفاجأت قبل قليل بحي جميل عندنا بكركوك، هي أيضا جايبين يمكن حاطلة فد 100-150 راس ودا يبيع للمواطنين، لأن بالتالي ورا صلاة الفجر يبدون يذبحون. فالمقابر إيش قد تقريبا الأسعار؟ أكو يشتري يعني نقدر نقول الطلي اللي يطلع به مثلا 16 كيلو 17 كيلو 20 كيلو لحم سعره 275,000 اي عار، اللي هو يعني ورا ما تذبحه يطلع به ربما 18 كيلو 19 كيلو. اي هنا ايش راح يسوون؟ اكو قسم ذبحه، واليوم ذبحه هو صار يعني اكو سامع المثل اللي يقول لك ضربت عصفورين بحجر. اكو طابه وشفه من الكورونا فقل لك أنا هم أذبح مال أضحية وهم أذبح وهم عيدية هم محسوبة. ربما أنا أختلف محمد ويا هواية ناس هذول اللي يذبحون الصبح، اللي يذبحون الصبح يعني ربما راح يوصل للفقير بشكل متأخر. تدري راح يقسمونه على شكل كياس، شايف على الكياس السوداء، وكل كيس يخلون به نص كيلو كيلو وروح يوزعوه للعوائل الفقيرة. أنا شخصيا عندي هواية أصدقاء فراح يكون باكر انا تكفلت انا وزعها. جميل، عشتي لي. زين عمر باختصار لو سمحت، الجهال ايش تطوهم بالعيد؟ هم فلوس لو اكفد طريقه معينه مثلا تسوي لهم تشيس بحلو شوكليت وما اعرف ايش؟ هذا التشيس اللي بحلو تقريبا انفقد ويا حكايات السلف ويا هلا قبل. فاليوم حتى يدور نقد الطفل، صار الطفل قام يدور نقد يريد فلوس واحيانا هو يحدد عليك يقول لك وين عيديه ال 25 مثلا. متطور. أي هو يفرض عليك. اي فموضوعه العيديه هي فلوس. انا جدا اشكرك. ابني بذاك العيد يعني ما طلع لي الحجر والتفاصيل فمنطقه قلت له مضمومات يمي باحد ذكرني قال لي مال عيديه. الله يحفظك يا ان شاء الله. شكرا لك عمر الهلالي صحفي من كركوك لمشاركتك يعني. وانت بالف الف خير. كادركم. وايضا أنا أعتقد عندنا عدة زملاء من الفلوجة لكن متواصلة معانا دائما. نتشرف بك. نتشرف بك. مروة المغفر يعني كل عام وانت نتشرف وانت بألف خير. أوصل لها السلام إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى فراس الدليمي مراسلنا من بغداد. فراس مرحبا بك كل عام وانت بألف خير. أجواء العيد هالمرة مختلفة، ومثل ما إذا كنت تسمع جنابك عمر الهلالي من كركوك يقول إحنا ما عندنا حظر، يعني الناس طالعة وتفتر. شنو الوضع ببغداد هسه؟ بداية كل عام وانتم بخير حبيبي محمد والجميع خادم قناة الفلوجة، أمنياتي لكم بالصحة والسلامة إن شاء الله، وأن يبعد عنكم شر الوباء والبلاء. آمين. يعني الحقيقة يعني لربما العاصمة بغداد لديها خصوصية أكثر من باقي المحافظات. لربما كنا قادين أن تكون مثل هذه الأيام وخصوصا اليوم
يوم عرفة لربما هو من أكثر الأيام التي بها شدة الزحامات داخل العاصمة بغداد، مولات الأسواق المناطق من أجل التسويق. لكن حقيقة قبل قليل أنا عدت إلى البيت من تجولت في بعض مناطق الكرادة والعاصمة بغداد، يعني حقيقة جميع المحلات مغلقة تماما، ولربما هناك حركات فقط أو تطبيق حظر التجوال حقيقة يعني يقتصر فقط على الخروج من داخل المناطق، لكن أو خارج المناطق عفوا، داخل المناطق تجد أن الحركة يعني اعتيادية جدا، الأسواق التي داخل أو المحال التجارية داخل المناطق تكون يعني فيها حركة حقيقة، ورأيت الكثير من العوائل والأطفال يعني كانوا حريصين على أن يتسوقوا ملابس العيد وبعض الاحتياجات التي تحتاجها العائلة في مثل هذه المناسبات، لكن طقوس العيد مختلفة تماما كما حصل في يعني ليس كما يعني اعتدنا عليه في الأعياد السابقة. هذه الأزمة الصحية حقيقة أظهرت لنا طقوسا مختلفة أو ألغت هذه الطقوس ذات التي كنا معتادين عليها، حتى يعني ربما بعض الناس ربما لم يتذكر ولا يتذكر بأنه يوم غد سيكون عيد حقيقة. يعني باشر حضر حضر فراس يعني أبدا لا طلع على حضر شامل، لا حقيقة يعني من اليوم تم تطبيق هذا الحظر الشامل، لكن عندما تتجول في العاصمة بغداد تجد هناك الكثير من السيارات حقيقة، لأن الكثير لديهم استثناءات، يعني الكثير من موظفي دوائر الدولة والصحفيين، ويعني هناك استثناءات والأجهزة الأمنية، لكن لا تشاهد هناك حركة عوائل كما يعني اعتدنا عليها، لا توجد يعني حقيقة مولات، لا توجد متنزهات، لا توجد حدائق، لكن سوف تقتصر هذه الطقوس داخل المناطق. هناك يعني لا يوجد تجديد داخل المناطق، الشوارع العامة التجارية في داخل كل منطقة هي حقيقة مفتوحة ومتاحة للجميع، وهناك الكثير الآن شاهدنا داخل المناطق يتبضعون ويتجولون، يعني حقيقة الجو في العراق هذه الأيام لا تطاق، يعني بشكل غير اعتيادي لأول مرة لربما أنا أشهد مثل هكذا ارتفاع لدرجات الحرارة، وتزامنت معها يعني حقيقة انفجار جميع يعني أو معظم المناطق الآن تعاني من انفجار المحولات التي هي حقيقة يعني قديمة ولا تتحمل هذه الأعباء الكهربائية، خصوصا هناك توسعة حصلت في جميع وانشطارات في المنازل، وبالتالي يعني لربما سوف تكون أجواء العيد حقيقة أجواء يعني غير إيجابية غير جميلة كما كنا نعيشها. اليوم نرى العائلة العراقية حقيقة الكثير من المناظر الآن أنه الجميع محتار بالكهرباء، نسأل الله السلامة يعني للجميع إن شاء الله. فراس شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا، وكل عام وانت بخير مجددا، ونتمنى السلامة للجميع في هذا العيد المبارك. انتقل لسعد الركابي مراسلنا من ذي قار. مرحبا سعد، كل عام وانت بخير، شلون الاجواء بذي قار؟ مرحبا محمد، كل عام وانت بخير وكل كادر قناة الفلوجة والزملاء بألف ألف خير. يعني اجواء محافظة ذي قار من منذ اليوم يعني تقريبا بدأ تطبيق حظر التجوال بصورة كاملة. محافظة ذي قار لليوم او للعيد الثاني على التوالي ضمن جائحة كورونا، يعني اختلفت أجواء العيد عن سابقاتها. هذا العيد والعيد عيد السابق لا يوجد هناك تجاور، لا توجد هناك يعني متنزهات، العوائل جميع العوائل متواجدة داخل منازلها، قلة جدا في التجاور. لو تحدثنا عن هذا العيد لحد هذه اللحظة منذ اليوم يوم عرفة، بدأ تطبيق الفعل لحظر التجوال في محافظة ذي قار، منع أو إلغاء جميع الاستثناءات عدا المخابز والمواد الغذائية والمواد يعني الخضروات والفواكه فقط. أما الأسواق تفتح الأسواق بحسب خلية الأزمة في محافظة ذي قار منذ الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، بعد ذلك تغلق جميع الأسواق في محافظة ذي قار بأقصيتها ونواحيها، إلا أن هناك الكثير من المناطق
الريفية أو أقضية النواحي الأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المدينة قد تكون حركة، ولكن الحركة قليلة فقط بالتبضع والتسوق لهذا العيد. زين. أما أجواء محافظة ذيقار، نعم محمد. نعم تفضل تفضل كمل. نعم. أما أجواء محافظة ذيقار يعني كما شاهدنا في العيد الماضي يعني اقتصر التجاور فقط على الأهالي، يعني الابن يذهب إلى بيت أهله أو ما شابه فقط، ويعني اقتصار جدا يعني في مناطق خصوصا المناطق المزدحمة، يعني خروج قليل للمواطنين في هذه المناطق، أما خروج إلى الأسواق، خروج إلى المتنزهات، خروج العوائل فلا توجد لحد هذا اليوم. اليوم يعني تقريبا تم قطع الطرق الرئيسية بالأتربة حتى لا تكون هناك يعني مثلا أما استثناءات أو يعني أو يعني مسؤولين أو ما شابه ذلك. تم قطع الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن بالأتربة لمنع دخول وخروج أي مركبة كانت، ما عدا هناك طرق خاصة لسيارات الإسعاف والخضار، وهذا الطرق يعني تبعد عن يعني تعتبر مثلا بين قضاء سوق الشيوخ ومركز مدينة الناصرية، هناك طريق يسمى طريق اللحم يعني يبعد عن مركز المدينة ما يقارب فرق عن هذا الطريق ما يقارب أكثر من 40 كيلومتر عن الطريق الرسمي، يعني 30 و40 يصير أكثر من 70 كيلومتر، يعني بصعوبة التوجه إلى هذا الطريق، وهكذا مع باقي الأقضية. أما الطرق الرئيسية فتم قطعها تماما بالأسرة. نعم. بشكل عام لو تشرح لنا سعد يعني شنو تمتاز ذيقار بأشياء تسويها بالعيد، يعني الناس غير ما تزاور بيناتها، غير ما تروح صلاة العيد، يعني فتشي أكيد متميزة بذيقار تسويه أثناء العيد. محمد يعني أعتقد أنت سامع بالمحافظات الجنوبية وخصوصا محافظة ذيقار تمتاز كل عيد بأكلة المصموطة الشهيرة التي هي عبارة عن يعني السمك المجفف. يعني هذه هي من عادات، نعم هذه من عادات أهالي الجنوب، ليست فقط محافظة ذيقار وإنما من عادات أهالي الجنوب حتى في الحظر، يعني هذه أكلة المصموطة قد تكون مع حتى مع الأضاحي. تعلم أن يعني يوم غد أهالي محافظة ذيقار يعني أعداد الشهداء شهداء التظاهرات، أعداد المتوفين من فيروس وجائحة كورونا الذي وصل إلى أكثر من 300 متوفي إضافة إلى المتوفين، كل هذه يعني أهالي محافظة ذيقار يذبحون الأضاحي في أول أيام عيد عيد الأضحى المبارك خطا. نعم. فمع هذا يعني هذه الأكلات أغلب يعني أهالي خصوصا شهداء التظاهرات أو متوفي جائحة كورونا يعني يذهبون إلى مقابر أو مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف لزيارة موتاهم كعادة أو سنوية. جميع أهالي محافظة ذيقار أو جميع أبناء الجنوب يذهبون إلى المقابر أول أيام عيد الأضحى المبارك. نعم. إضافة إلى يعني سابقا كان هناك يعني التجمع عند شيخ العشيرة أو كبير المنطقة في المضايف يعني التزاور والسلام، تبدأ بعد صلاة العيد التي يعني تم إلغاءها منذ يعني العيد الماضي وهذا العيد بسبب الجائحة، إلا أنها يعني هذه تقريبا أهم ما يعني يعني يميز محافظة ذيقار من طقوس العيد سابقا وليس العيد الحالي والعيد الماضي بسبب هذه الجائحة. نعم. شكرا لك سعد الركابي مراسلنا من ذيقار. سيف التكريتي مراسلنا من نينوى، ومرحبا سيف، كل عام بخير. أجواء نينوى مختلفة كثيرا عن باقي المحافظات، خاصة أنه هي خارجة من حرب، وكذلك عملية البناء، النازحين، كثير لها خصوصية نينوى في هذه الفترة. الآن الناس شلون تمشي أمورها؟ وباشر أكو حظر تجوال مفروض من قبل الأمن بالعراق. بداية كل عام بخير وإن شاء الله عيد الله عيد أمن وأمان وسلام العراق كافة. نينوى من قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع كانت منهكة، انهكة لحظر التجوال، انهكة لعدم وجود عمل بسبب حظر التجوال. كان السبب الرئيسي هو الإجراءات نينوى، حكومة نينوى الموجودة هي كانت نحن آخر محافظة كانت بالعراق إصابة بالجائحة.
بسبب عدم غلق الحدود والوافدين، وهذا اليوم اصابات كانت داخل نينوى، اليوم اصابات كبيره. هذه اولا. ثانيا النزوح، يعني اليوم عندنا عوائل نازحه من الايمن الى الايسر، اكو بعض عوائل صاحب الدار طلعهم من دارهم بعد عدم دفع المخططات. في السابق كان في هذه الايام يعني نوصل نينوى بشكل عام تشتم بها ريحه كليتشر، هاي السنه لا ماكو، يعني ماكو كليتشر. الاسواق عندما نروح نسال عن كيفيه الوضع، الشراء، الذهاب، شلون العالم تتعامل معه بالمحل، هو المحل كان يجاوبني يقول يعني هذا العيد ماكو عيد علينا، ماكو ناس في الاشتراك، يعني نهائيا المواطن اليوم محبط بشكل عام، يعني نينوى محبطه بسبب الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه المحليه اليوم. يعني هو فقط بسبب جائحه كورونا، والا يعني ماكو فلوس، ماكو شغل. هو هذا هو سبب، وهذا هو السبب الرئيسي، انه جائحة كورونا والحظر التجوال سبب انه هذا عدم وجود اعمال، عدم وجود اشغال داخل نينوى. اليوم بس اصحاب الرواتب اللي هم مترفحين عايشين يقدرون يشترون ويروحون، لكن اليوم نسبه ما يقارب 70% 60% هم عمال اجور يوميه، كلها قاعده بالبيت. نعم، شكرا لك فراس، او عفوا سيف التكريتي مراسلنا من نينوى على هذه المشاركة. ماهر الهاشمي صحفي من البصرة، مرحبا ماهر، كل عام بخير، شلون أوضاع أمك بالبصرة؟ السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وعلى مشاهديكم الأكارم قناة الفلوجة حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. والله الأوضاع مثل يعني صارت روتين ممل، وصارت جائحة كورونا كذلك هم ممل للمواطن، وخاصة المواطن الفقير اللي عايش على قوت يومه ويومه. يعني مثل ما تعرف اليوم أغلب البصرة، يعني مثل ما تلاحظ أنه النفط والمانة لا تغرق، كلها ترى على قولتهم بس رقم على ورق. المضرر الأكبر هو المواطن الفقير اللي هسه عايش في جائحة كورونا. يعني من خلال عملنا كإعلاميين، عفنا عمل الإعلامي، اشتغلنا اليوم والله اشتغلنا، يعني حتى مندوبين هذه قالت، يعني عفنا مجال الإعلام انه بسبيل انه نوصل المؤونة للناس المحتاجة، للناس اللي هيك الوضع تعبان الآن بالبصرة، جدا تعبان. وإضافة على هذا كهرباء مثل ما تلاحظ يعني متقطعة دائما، المواطن يشكو من عدم وصول التيار الكهربائي المستمر، مثل ما تلاحظون يعني انقطاعات مستمره. يعني اليوم هسه يمكن هسه يلا جت الكهرباء، يعني احنا محضرين مولد على الامبيريه، هم ما جايت لحق ابو الامبيريه يريح، تعرف كل ست ساعات يريح. نعم، وتعرف هذا من ناحيه الكهرباء. من ناحيه الحظر، الناس ملتزمه بحظر التجوال؟ الحظر قلت لك هو بسبب انه صار ممل، يعني الناس مو الحظر العادي الكهرباء. الان خليت الازمه فرضت حظر تجوال يبلش من اليوم الى ينتهي. هو اليوم الحركة مثل اليوم طلعنا من كل معتاد كصحفيين نترقب أوضاع الشارع. الشارع حركة طبيعية، التزام معدوم لحد الساعة 5 يلا الحظر الشامل للشارع والمركبات وحتى أصحاب المحلات التجارية. يعني يبدأ عندنا من الساعة 5 مشددين لحد ال 12 بالليل، لأن يعني تعرف الوقت الصباح والظهر انه يكون الجو حار، باكر اكو صلاه، ماكو صلاه، الجوامع راح تكبر، راح يقرا القران. اكيد باكر حظر شامل وتام على جميع المحلات وحتى الشوارع. الازمه قررت انه يكون حظر شامل تماما. زين، على قليل الجوامع تكبر، يعني تكبر باكر عيد، تكبر بس المؤذن، يعني مو الا مستحيل يعني يصلب. اي زين، لان تعرف هاي الفتره قالوا ان تلتزمون بك تخف الاصابه. اليوم الاصابه ما يقارب 500 اصابه بمحافظه البصره. نعم، انا جدا اشكرك ماهر الهاشمي صحفي من البصره على هذه المشاركه. ايضا ينضم لنا علاء البصري صحفي من الديوانيه. مرحبا علاء وكل عام وانت بخير، شو الاجواء عندك بالديوانيه؟ اكو حظر تجوال، الناس ملتزمه؟ لا، شنو الاشياء اللي تميز الديوانيه بالعيد؟ كل عام وانتم بخير زميلي العزيز وكل قاده قناه الفلوجه ومشاهديكم الكرام. اكيد يعني العيد مو مثل كل عيد، يعني هاي ثاني مره عيد الفطر المبارك، والان عيد الاضحى.
يعني مثل ما ذكروا زملائي باقي المحافظات، يعني لا توجد هناك اي اجواء العيد بسبب جائحه كورونا والظروف الصحيه التي مرت بالبلد. نعم. اعتقد المحافظه الديوانيه من المحافظات التي تاثرت كثيرا بهذا بهذه الاجواء. نتحدث على الصعيد الامني وعلى الصعيد الخططي، حكومه الديوانيه يعني اطلقت مبكرا خطه امنيه قبل يومين بسيطرات ثابته في اغلب طرق المحافظه الرئيسيه وتفتيش وتاكيد على الحظر التجوال الذي بدا اليوم، اضافه الى الخطه الخدميه بتاهيل الشوارع وبعض الاسواق، لكن تبقى حركه المواطن وحركه الاسواق. مثل ما تعرف الديوانيه من المحافظات الفقيره، يعني تعتمد اقتصاديا خاصه في مناسبات الاعياد على بعض الاسواق المهمه مثل سوق التجار وشارع العلاوي اللي هن يعني النبض الاقتصادي للمحافظه، لكن حسب استطلاعاتنا لاغلب اهالي اصحاب المحلات تاثروا كثيرا بعمليه العيد او الاجراءات الامنيه، خاصه زميلي خاصة أنه تأخر صرف الرواتب، يعني لحد ساعة قبل ساعة الكثير من الدوائر الحكومية لم يصرف لها الراتب، وخاصة أصحاب البطاقات الذكية الماستر كارد بسبب اللود اللي حصل على المكاتب والإنترنت. تعرف الآن أغلب محافظات العراق بدأت بصرف الرواتب، لكن في الديوانية الآن بدأت بعض الدوائر بصرف الرواتب، لكن بقت الكثير من الموظفين لم يستلموا رواتبهم الان، وهذه اثرت بشكل سلبي على حركه التجاره وحركه التسوق في المحافظه. نعم، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا على البصري، صحفي من الديوانيه. الكثير من التفاعلات جاءت على قرار حظر التجوال اللي اقرته الحكومه العراقيه واكدت عليه وزاره الصحه. شمس علقت على بيان وزاره الصحه وقالت هو المفروض اليوم حظر، بس ماكو اي حظر شامل. اليوم خميس وتعال شوف الشوارع والمنطقة كلها سيارات بهذا الحر، ده تفتر مو عبالك بس كورونا، الاثنين أيضا وكذلك الناس مصيبة، يعني الناس مثل ما تقول متخبلة، حتى الحر ما مانعهم كورونا والحر، ويعني ما ممتنعين عن الخروج. الله يستر على الناس اللي ما ملتزمة، شلون راح تقاوم ويا اللي ما ملتزمين وراح تنصاب من وراهم. علي هادي خاطب وزارة الصحة وقال وزارة الصحة كهرباء، بس نريد كهرباء والله ما حد يطلع، يعني أنا أطلع من البيت الله شاهد على مود تبريد السيارة وأبرد نفسي، والجهال ما يتحملون هذا الحر، وأبو السحب يطفي هم حقه لأن ما تتحمل المولدة. سارة الدليمي قالت يعني كل دول راح منها إلا العراق، كل الدول ما بيها وفيات شيء قليل، بس أنتوا أتوقع يعني تقصد على تصريح وزارة الصحة. أحمد يقول زين اللي يقعد بالبيت غير يراد له كهرباء وراتب واثنين هم ماكو. موج تقول ترى ما لها داعي الحظر، ثلاث أرباع الشعب عنده باج، حظركم على الفقير والعايش على القوت اليومي، ما تعرفون تنطون قرارات. أحمد علي يقول زين كورونا بس بالعيد يطلع، ماكو حل غير الحظر. حسين يقول أقول لكم هو غير حظر شامل، شنو بعد نلبس كمامات وتباعد بالبيت مثلا. أهلا بكم من جديد. منذ بداية أزمة كورونا والعراقيون في الخارج عالقون، وقد تقطعت بهم السبل بسبب توقف النقل الجوي بين العراق وبقية الدول. اليوم تظاهر عدد من المواطنين العالقين في الهند أمام السفارة العراقية وناشدوا السلطات بإيجاد حلول لهم. خلينا نتابع الفيديو. ناشدة عاجلة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نحن مجموعة عراقيين بالغين أكثر من 90 عراقي عالقون في دولة الهند
منذ أشهر رانا الصناعي العودة إلى بلادنا بعد أن تقطعت بنا السبل ونطالب برحلة إجراء حولية، ونحن الآن أمام السفارة العراقية في دلهي. السفارة تقول خلافات بين الخطوط العراقية والسلطات الهندية، وإحنا هنا ضحية، وأغلب الأيام تجي طيارات من الخطوط الجوية العراقية تنقل مواطنين هنود من مطار بغداد إلى دلهي، والطيارات العراقية ترجع للعراق فارغة. إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا وعوائلنا كلنا عندنا أمراض السرطان والقلب، جينا هنا عالجناهم بالهند بعد أن خلصت الرحلة العلاجية أكثر من أشهر، ما نستطيع العودة ديارنا، تقطعت بنا السبل، خلصت أموالنا. وهاي مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإلى السفارة العراقية في دلهي، يسمعون صوتنا ويدزوننا رحلة عراق، رحلة طيارة عراقية عاجلة إجلاء، علما أن الرحلة على نفقتنا الشخصية. نداء إلى كل عراقي وإلى كل شريف وإلى كل مسؤول بالدولة أن يساعدنا بهذا الموضوع، طبعا لأن حالتنا مزرية، أزيد الناس خلصت فلوسها، ما عدها تدفع العلاج، ما عدها تاكل، ما عدها أصلا حتى تنطي إيجار الشقق كافي. يجوز رجال يقدر يتحمل هذا الموضوع، بس أكو طلبة وأكو نساء أصلا ما لهم معيل هنا. إلى متى هذا الوضع؟ دولة تروح له يقول لك أنا والله من وزارة النقل، وزارة النقل تقول لك للسفارة، ونظل إحنا بهاي الدوامة. صار لنا شهرين آخر رحلة، اللي يقول لك أكو رحلات، آخر رحلة أجت قبل شهرين وما أجت وراها رحلة، ونكرر بين يوم وترك جاي تجي رحلات تنقل المواطن الهندي على الخطوط العراقية هاي للطهرك. يجي مواطن الطيارة هي إلك وترجع فارغة، ما يرجع بها المواطن العراقي. حجة عدم موافقة الخطوط الجوية العراقية على العودة إلى العراق، ولذلك نطالب كل مسؤول عراقي أن يوضع حل لهذه المشكلة، حلول فورية وعاجلة، علما أن الرجعة على نفقتنا الخاصة. الآن ويانا عراق الحمداني ممثل الجالية العراقية في الهند. مرحبا عراق. أهلا وسهلا أستاذ محمد الكويتي، حياك الله. بالبداية طبعا نوجه شكر لقناة على استضافة هذا البرنامج، ونوجه شكر أستاذ محمد. أستاذ مطالبنا كل سنة، مطالبنا مشروع يكملها الدستور، مواطنين عاقلين، مواطن عالق بالهند بسبب تخبطات وزارة النقل وتخبطات السفارة، واحنا ضاعين الموضوع بالنقل. انتو شو عندكم بالهند؟ لو توضح لي عراق، انتو شو عندكم هناك بالهند؟ نعم انا نعم تاب. انتو شو عندكم بالهند؟ يعني رايحين علاج، طلاب، سفرة؟ انا عبارة عن مجموعة من المرضى زائد الطلاب. الطلاب طبعا وقفوا عن الدراسة بسبب جائحة كورونا، الآن مسدودة الجبنة ويريدون يرجعوا لبلدهم لأن الأموال نقت عندهم وما عندهم محيل. أما بالنسبة للمرضى هم خلصوا علاجهم وينتظرون رحلة صارتها أكثر من شهرين. طبعا أنا أتكلم عن بالنيابة عن قائمة يعني أشخاص، عدة أشخاص تجاوزوا تقريبا 100 شخص ساكنين في الهند، قام عندهم قسم عندهم مقيمين قسم عندهم اقامه عندهم اللي كست شهور مرضيه. اي عراق بلا زحمه عليك، خلي التليفون مواجهك. اي عشت ايدك. اي تفضل. اي تفضل كمل. نعم استاذ، احنا راسلنا اول شيء بالبدايه بدينا نراسل السفاره، ما بعد مراسلت السفارة ومناشدها أكثر مرة، قالوا إحنا عدينا قوائم ودزيناها لطرق الطيران المدني واتخذت الإجراءات من خلية الأزمة ومن كذا من هاي الأمور كلها. زين توصل الموافقات ويقولوا لك إحنا مثلا يوم 15 ننتظر الرحلة أكثر يومين أو 3 ساعات تلغي الرحلة هاي، تلغي الرحلة. وإحنا انتظرنا تقريبا لحد الآن أكثر من 4 أو 6 رحلات، يوم 15 انتظرنا رحلة للغد، على الرغم من طبعا الجميع هاي القوائم الناس اللي تدخل التذكرة زين. انتوا تواصلتوا مثلا ويا الخطوط العراقيه ويا السفاره، قلتوا لهم انتوا ليش تعطونا رحلات وتعطونا مواعيد وتقولون لنا بفلان يوم راح تطيرون؟ نعم. بعدين تروح الطياره. نعم. الطياره راحت لغير ناس لو الطياره ما وصلت للهند. نعم استاذ، الطياره توصل للهند بس الاجراءات مو كامله، والاعذار اللي تطلناها السفاره، اول عذر رفض الجانب الهندي أن يقطع التذكرة منا، يتذكر لنا. الجانب الثاني الاعتراض، العذر الثاني العفو استاذ، أنه هو يقولون الرحلات هاي خاصة مستأجرة للهند، لهذا شلون نقدر نرجعكم؟
أما العذر الثالث اللي هو هناك رحلة جوية بين كل يوم ويوم، طبعاً هاي أكو رحلات جاي تجي بين يوم ويوم، إجت يوم 15، إجت يوم 21، إجت يوم 23، إجت يوم 28 اللي هو أمس، تجيب الهنود بصراحة، تجيب الهنود عن طريق الخطوط جاي العراقية وترجع رحلة فارغة. نقدر يعني نقطع بسبب شنو؟ ليش المواطن العراقي دائماً في داخل بلده مذلول وفي خارجه مذلول؟ في داخل بلده ما مسلوب حقه وفي خارج بلده هم مسلوب حقه. الى متى ساس ان مرضى يعني اكثر من شخص اقول لك نسوان يعني وضعنا انا طالبات دراسين يقولون وضع عظيم ايجار هذا الشهر ما عندنا نمطي جماعنا احنا بينا نطلعهم ايجار هذا الشهر زين شلون يعني الناس تبات في الشارع ما عدها تاكل ما عدها اكو ناس ما عدها حتى في علاج فلوس العلاج يعني مرضى السرطان اللي اعرفهم اني اللي داخلين بالجروب اللي انا ضايفهم ومن ضمنهم والدي احنا نستخدم علاج عضوي هذا علاج عضوي كل 10 ايام 600 دولار هذا المواطن البسيط منين يجيبها اللي مقرر كان يجي شهر واحد وهسه بقى هنا بخمس اشهر يا ناس اسمعونا هاي مناشده هنا بدنا نقدمها الناس طاقت فيها السبل بعد ما تتحمل اذيه لا معنويا ولا ماديا تقدر يعني ترضون المواطن العراقي يبقى بالشارع زين هسه خلينا نقول الحكومه العراقيه يعني ما قدرت حتى تتواصل ويا الجانب الهندي وتطير طياره وتوصل يعني هذا العذر انا ما افتهمته حقيقه وما مستسيغه من تقول لك القنصليه او السفاره انه والله الهند ما وافقت انها تسوي الطياره العراقيه جت من العراق طارت ووصلت للهند ونزلت بالمطار بالهند هذا نعم. كل الحكومه نعم. الهنديه تدري به ووافقت انه تهبط الطياره شنو بدنا نلعب احنا طياره هاي اكيد كلها اجواء وحاجز له جاو انت تفوت من هذا الخط وفلان طياره تفوت من هذا الخط ما بدنا نلعب احنا تدري بالهند بس ما تقدر تطلع تقطع تذاكر للمرضى اذا يرجعون للعراق هذا مو مقنع هذا العذر هذا شر البليه ما يضحك اذكر لك بس موقف واحد اكو طياره اجت خاصه تنقل احصنه ترجعها للعراق هاي الطياره تحملت بالاحصنه رجعت للعراق والمواطن العراقي ضال يباع الطياره ترجع الى هذا المستوى احنا وصلنا وهاي لمن هاي الطياره الله اعلم شوف الواحد برلماني شوف الواحد تاجر هذا جنسيته درجه اولى احنا جنسيتنا درجه ثانيه يعني قام يرجعون الحصونه للعراق يشتري حصونه من الهند وياخذ للعراق بس العراقي نعم. ما يقدر يدبر له طياره نعم زين انتوا شو هسه انتوا هسه هناك انتوا رايح والهندي يجي عن طريق خطوطنا عن خطوط الجو العراقيه وينزل وعلى الطياره ترجع له معناته اكو انه بالموضوع الهند ما لها علاقه طالما المواطن الهندي دا يدخل ودا يطلع من غير دول ويروح ويجي وغير مواطنين دا يروح ويجي ودا يصير اجلاء بالموضوع الهند ما لها علاقه اذا هذا تبرير ضعيف هذا كاذب هذا التبرير من السفاره وتقصير من الناس ذوي الامر اللي بوزاره ما هو غيرها لان الرحلات انا اعرف اجد من ثلاث رحلات من تركيا رحلات رجعت زين انتم هسه شلون تصرفون بالهند؟ شعدكم؟ راح تبقون هناك تشتغلون يلا ترجعون؟ يعني شلون حتعيشون طول هاي الفتره؟ استاذ نشتغل بهذا الوضع وجائحه كورونا احنا تدري انت تعرف ان المريض يعني تكون وضعيته يعني حاسه العفو استاذ مناعته تكون ضعيفه يعني احنا ويانا مناعته ضعيفه احنا ما نقدر نطلع برا نشتغل الاحتمال نجيب له مرض وهذا يكون يفسد المرض اسرع. فاحنا بس يعني سوى يباعوا عنا لا اكثر ولا اقل راح تخلص انا واحد من الناس خلصت فلوسي وبعت سيارتي بالعراق وقبضت نص ثمنها نص الثمن في سبيل اقدر ابقى هالكم يوم هاي والايام ما اقدر اقاوم استاذاني وغيري اسوء تقول لك اكو اخوان والله ما احد اكو طلاب ما حد يها طالبات يعني تقول لي يعني انا اقول لك بصحيح العباره انا ما عندي ايجار الشهر الجاي واهلي ما عندهم يدز لي شو راح اسوي؟ زين احنا قعدناهم مره زين وبعدين
طيب أنا جدا أشكرك لمشاركتك ويانا عراق الحمدان الممثل الجالية العراقية في الهند. مثل ما شفتوا مشاهد الكرام يعني فعلا يعني مقلق الموضوع إنه هل إحنا ليش نروح على الهند؟ ليش ما نتذكر الطلاب العراقيين بالصين أول ما بلشت الأزمة؟ العراق ما قدر يدزلهم طيارة، إجوا عن طريق الخطوط الإيرانية، وصلوا بإيران ونقلوهم إلى العراق. فالنوب إحنا نقعد نعتب إنه والله اللي يعني مأساة. العراق مدى يقدر يجلي مواطنيه؟ ليش أكثر من مشكلة صارت من بين العراق، بين النقل بين العراق وتركيا، بين العراق وغير مناطق؟ يعني هو إجلاء، أنت إيش تسوي؟ جبت شيء جديد من عندك؟ نفس الخطوط اللي كانت تنقل مواطنين نفسها تنقل الناس اللي يريد يرجعون لبلدهم. هل هذا صعب على الحكومة أنه تسوي؟ هل صعب على الحكومة أنه تنقل مواطنيها وترجعهم؟ لو لأن هذا مثلا ما راح يربحها، راح تطير طيارة ترجع كم واحد. يعني حتى بالأزمات الحكومة العراقية تستغل المواطن أبشع استغلال، مثل ما شفتوا قبل كم يوم الطائرة فلاي بغداد من كانوا رايحين لإسطنبول، شلون كانوا ميتين من الحر، عرقانين لأنه والله عاطل التبريد بالطيارة. عبالك ده نحكي عن سيارة برازيلي مطرقعة من 1980، طيارة شكبرها شعرتها طائرة بالجو ما بيها تبريد، الناس تهفي كل واحد شايل مهفته ويمشي. مع الأسف يعني مع الأسف. بالأنبار أطلق أحد الناشطين مبادرة من أجل حفر آبار لقضاء الرطبة اللي يعاني من شحة المياه. خلينا نتابع هذه المبادرة من خلال الفيديو اللي نشره الناشط صهيب الشمري. وجينا اليوم تفاجئنا بشغلة الماء، ماكو مي بالرطبة، ماكو مي. راح تقول معقولة سنة 2020 مي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا نشتغل تدرون بشرق آسيا وأفريقيا وغيرها، جميع الدول الخارجية بشغلة الآبار. جتنا المناشدات والبعض اعترض على عملنا الخارج العراق، قال ليش ما تشتغلون بالرطبة؟ لأن الرطبة مأساة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راح نشوفكم هذا أول تانكي اللي مخليه، هذا بئر، هذا سبئر. وصلت كلية. وصلت الفكرة، يعني كل بيت مسوي بئر ومسوي تانكي حتى يخزن الماء. ماكو البعض ليش يسوون آبار خارج العراق؟ ماشي قالوا أكو مسلمين هنا، نعم على عينه وعلى رأس إسلام، والأساس هو الإنسانية. اليوم الناشد الخيرين أهل الطيب أهل الكرم، لأن إحنا خارج العراق وقفنا لأسباب. السبب الأول الولايات كنا نشتغل بها بالهند وغيرها وبشرق آسيا وأفريقيا، شبه اكتفت، ننتظر مسح الميدان. قلنا بيل ما ننتظر مسح الميدان نكمل قضاء الرطبة، مأساة يبكون. يعني اليوم جبنا الفلوس جبنا الملابس، يقول والله الآبار عندنا أولى وأفضل. صدق راح تقولون البير ما بيه مي حلو، لا بيه مي حلو. تكلفة البئر مع التانك الخزين 2.5 مليون، يشرب كأنه ماء زمزم. أنا شخصيا استشربت من عنده، فتشي حلو وكلش راقي وأجر عظيم. مقولة سيدنا جبريل عليه السلام يقول لو نزلت على الأرض لأسق الماء، والله تجارة ويا رب العالمين أبد ما تخسر. ومفرحة راح تقول مو غالي 1.5 مليون، لا مو غالي. تعرفون ليش؟ لأن كل يقدر كل شخص يسوي له جروب، يعني 4 أشخاص أو 6 أشخاص يجمع 1.5 مليون، يحب هو يجي يتواصل مباشرة ويا أهل الرطبة، يحب يتواصل ويانا إحنا كمجرد وسيلة وخدام وتوثيق. نجمعهم كجروبات ويسوون بير 2-3، ويكون توثيق العمل من بداية العمل لنهايته. صهيب الشمري صاحب مبادرة لحفر الآبار في قضاء الرطبة، مرحبا بك صهيب، كل عام أنت بخير. أهلا وسهلا أستاذ، أنت بخير، صحة وسلامة على الشعب العراقي. حياك الله صهيب. يعني لهل الدرجة وصل الوضع بالرطبة أنه حتى مي ماكو، قامت الناس تدور آبار تحفر آبار؟ والله الشعب العزيز احنا كلها تعرف احنا فريق منبر الإنسان، فريق إنساني بحث عراقي. هي. ما تابع لأي جهة، كنا نشتغل احنا أكثر شيء آبار خارج العراق، بس تفاجأنا من جانا اتصال من الرطبة قالوا ماكو مي بالرطبة. هي. عايشين على رحمة الله ثم الآبار. هي. صراحة ما صدقنا، قلنا سنة 2020 الأنبار يعني المطورة مزدهرة ما بيها ماء. والله احنا يا راسل انا واخويا سار شكر توجهنا الى الرطبة البارحة صباح من الساعة 5 صباحا ضبط. نعم دخلنا للرطبة شفنا ماكو مي، سوينا لقاءات ويا الناس كلها تشكي تعاني. يعني معقولة انا ابن الرمادي؟ والله تفاجأت. مأساة، يعني النساء يبكون دم، يقول كل شيء مريض. احنا اخذنا ملابس بصراحة للأيتام في سوتريت، قال عمي هاي الملابس رجعوها جوبونا فلوس حتى نسوي بير. وصلت هيك مرحلة الناس عايشة على آبار.
مأساة والله، والله الطفل يبكي وكلها يعني لا حول ولا قوة. زين، هذا ذكرت بالفيديو بأنه البير الواحد يكلف 2.5 مليون دينار عراقي. اي نعم مضبوط. هذا كل من بداية العمل نهاية العمل ويا خزين يكون تانكي خزين، لأن تعرف ترى هم ما عندهم، هم عايشين على المولدات. قام يسوون تانكيات الخزين لأن هو سعره قلت لك 2 مليون، بس ويا التانك الخزين يصير 2.5 مليون كامل. ومي يشربوه مي حلو لأن العمق اللي يحفروه تحت الأرض 100 وتقريبا 12 متر. زين، حتى يطلع لهم مي حلو. منو الجهات اللي ممكن تفاتحوها حتى تحفر آبار هناك؟ والله احنا ناشدنا هواية، يعني احنا هو المفروض يعني هاي مسؤولية محافظة الأنبار وقيم مقام الرطبة وجهاء الرطبة ومسؤولين الرطبة، يعني انا اتأسف مع الأسف والله عليهم. يعني احنا كل راعي مسؤول عن رعيتي. اليوم الطفل والشايب والعجوز والمرأة أمانة بعناق المسؤولين. القائم مقام الكل ده تشكي يعني منه، قائم مقام الرطبة ده يشكون منه هواية للرطبة، وذاك اليوم دخلوا ويانا حلقة وقالوا القائم مقام ما يشتغل، وحتى بعد الحلقة اكو ناس هددوا اللي اتصلوا علينا بالبرنامج وقالوا لهم ممنوع بعد تطلعون على التلفزيون، علني علني تهديد علينا، قالوا انت شنو تطلع تحكي عن المحافظ، شنو تطلع تحكي. يعني اليوم استاذ العزيز انا اليوم اذا مو قلبي وغيرتي على بلدي وعلى وطني منو خليجي الغريب؟ اذا مو احنا نتكاتف ونتعاون ومسؤوليه اي مقام الرطبه ومسؤوليه محافظ الانبار بعد مسؤوليه منو؟ المن الناشد لعاد يصير الناشد غير دوله هم يصير، يعني احنا العراقيين الدول العالم كلها كانت عايشه على خير العراق، هسه جبنا الناشد على بير حتى نشرب مي اللي هو الماء سر الحياه، للاسف دجله وفرات، والله مأساة، والله حتى عيب نحكي، مع الاسف والله عليهم. شكرا لك لمشاركتك ويانا صهيب الشمري صاحب مبادره لحفر الابار، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا في الحلقه، وصلنا الى ختام حلقتنا هذا اليوم، نلتقيكم ان شاء الله بعد عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بألف خير، السلام عليكم.